السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب نصبح على مشاهدينا الكرام وأولى حلقاتنا معكم لبرنامجنا بسمة البكرة. معكم بسمة رمضان، وأحب أرحب بزميلي. صباح الخير يا حسن. صباح النور يا بسمة. في البداية نحب نتوجه بالتهنئة للشعب المصري العظيم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ثورة 30/6 المجيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بمشاهدينا في أولى حلقاتنا من برنامجنا وبرنامجكم بسمة لبكرة. هنكون معاكم على مدار الحلقة لمتابعة ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة، الملف الذي يشغل الكثير من الشعب المصري والذين يبحثون عن حل لمشاكلهم المتعددة. فمنهم اللي بيبحث عن فرصة عمل، ومنهم اللي بيبحث عن معاش، ومنهم اللي بيبحث عن جهاز تعويضي. تمام. تمام. فاصل ونرجع تاني مع ضيفنا أستاذ السيد إسماعيل السلامي المحامي بالنقد، وهو من ضمن هذه الفئة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني ومع ضيفنا وضيفكم الأستاذ السيد إسماعيل السلامي المحامي بالنقد، وشرف لينا أنه هو يكون من هذه الفئة. أستاذ سيد، برحب بحضرتك. شكرا لحضرتك. ممكن تعرفنا بنفسك أكتر؟ أولا أنا بشكر القناة والبرنامج على الاهتمام الشديد بمثل هذا الملف، لأن هذا الملف يخص جموع الشعب المصري. وشكرا لحضراتكم على هذه الاستضافة، وبشكر كل من ساهم أو يساهم في حل مشاكل ذوي الاحتياج الخاص، لأن هذه المشكلة مشكلة تمس كل بيت في جمهورية مصر العربية. واحنا بنحاول من خلال برنامجكم ان احنا نسعى لحلول او وجود حلول لهذه المشكله العريقه. بس استاذ سيد، المشاكل اللي بتواجه الفئه دي والسبل اللي حلها، او اغلب المشكلات اللي بتواجه الفئه، يعني الفئه اللي انا اتشرف ان انا منها، وهل اعاقتك اثرت على حياتك العمليه، ولا كانت سبب في نجاحك، ولا عايزين نعرف ان كانت اثرت بالسلب او بالايجاب؟ هي أولا مشاكل هذه الفئة عديدة ليس لها حصر، فكل خطوة يخطوها ذو الاحتياج الخاص تمثل لهم مشكلة، وإن لم يجدوا من يعينهم على ذلك فبالتأكيد إن هما ما بيقدروش يتواصلوا في حياتهم. أكيد طبعا. ففيها مشاكل كتير بتتمثل في المواصلات، في التعليم، حتى في التعامل مع الآخرين. ولكن الدولة توجهت أخيرا بمحاولة إيجاد حلول لهذه المشاكل، منها على سبيل المثال أن أصبحت أي جهة حكومية حاليا لازم يكون فيها الوسائل المتاحة لذوي الاحتياج الخاص، أن يوفر لهم الأسانسيرات، جميع السبل، لهم أماكن محددة يتعاملوا من خلالها. أصبح هناك موظف مختص بالتعامل مع ذوي الاحتياج الخاص، أنه هو أصبح مختص ده بالتعامل مع هذه الفئة، وده في حد ذاته توجه كويس. ولكن هل هو كافي لذوي الاحتياج الخاص؟ ما اعتقدش. في حاجات كتير لسه ذوي الاحتياج الخاص عاوزينها. بالنسبه لحياتهم العمليه، ان للاسف الشديد ان جميع من يتعامل مع هذه الفئه يتعامل معهم على انهم عاله على المجتمع، ودي كانت مشكله كبيره بتواجههم هم حتى شخصيا. البعض استاذ سيد، البعض مش كلهم. لا، هي مشاكل ذوي الاحتياج الخاص دي بتبقى على الجميع. على الجميع، مشاكل خاصة بالجميع، جميع ذوي الاحتياج الخاص بيواجهوا مثل هذه المشكلة. تمام. احنا النهاردة يجب على المجتمع أولا أن يتعامل مع ذوي الاحتياج الخاص على أنهم فئة سوية يقدرون على العمل. يحضرني حديث للوزير أحمد درويش، قال إن أنا للأسف الشديد إن أنا كنت كل ما أتوجه إلى أحد أصحاب الشركات الخاصة لتعيين ذوي الاحتياج الخاص كان الرد بيبقى ايه؟ طب خليه في البيت واحنا هنبعت له مرتبه. ودي كانت بتأثر اكتر نفسيا فيهم. طبعا لازم تأثر نفسيا، لانه اصبح هنا على المجتمع. الناس دي لديهم قدرة على العمل تفوق الشخص الطبيعي، يعني تفوق الشخص الطبيعي، ولكنهم لا يجدوا المكان او التأهيل اللازم لذلك. فيجب على الدولة ان تتجه اتجاه اكثر. احنا عندنا مشكلة بجد، في مشكلة لما تعلمي ان عدد ذوي الاحتياج في مصر تبقى لمنظمة التعبئة والإحصاء 10.6% اي يمثل ما يقرب من 12 مليون.
أي أننا نتحدث عن كل بيت في مصر إن لم يكن في ذات المنزل فإنه في منزل يخص. ممكن في البيت عامة بيبقى واحد أو اتنين من ذوي الإعاقة. بالظبط. تخيلي بقى حضرتك الكم الهائل من الضغوط النفسية اللي بتبقى على هذه الأسرة. أكيد طبعا. سمعك. عليها ضغط شديد. عليها ضغط شديد. يعني أنا عن نفسي أنا كشخص يمكن أنا بقدر أتجاوز بعض الصعاب. ولكن في خدمة ما بيقدرش يتجاوزها. وخلي بالك الأمر ده بيتحدد بناء عن إيه؟ عن نسبة الإعاقة. أكيد طبعا. منظمة الصحة العالمية قالت إيه؟ المعاق بنسبة بتبدأ بنسبة 33%. إذن عندنا وارد إن النسبة تصل المعاق نسبة 100%. النهاردة في منهم بقى اللي بيدور على فرصة عمل، اللي بيبحث عن معاش، عايز يعيش حياته زي اي شخص سوى طبيعي. بس استاذ سيد حضرتك رئيس عبد الفتاح السيسي طبعا له دور كبير جدا طبعا لذوي الاعاقه في مصر. تمام. فتح لنا حاجات كتير طبعا. تمام. اكيد. ويكفي بعد التحيه لست الرئيس طبعا يكفي ان 2018 كان عام المعاق. تمام. تمام. عام ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. تمام. هو عام 2018 ده اللي صدر فيه قانون ذوي الاحتياج الخاص اللي كنا ننتظره من 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 100 عام. اكيد طبعا. بصراحه هو صدر هذا القانون احلى حاجه نزل، يعني احلى حاجه صدرت لذوي الاعاقه. هو صدر القانون ده صدر فعلا حدد جميع المشاكل التي تواجه المعاقين في مصر او ذوي الاحتياج، لان الكلمه دي في ناس كتير ما بتحبش تسمعها. ايوه ذوي الاحتياج. تمام. بس احنا بنطلب اكتر وبنطلب تفعيل هذا القانون، لان القانون ده في حاله تفعيله بكلمك بمنتهى الصراحه هيخفف على عبء على 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 اهل ذوي الاحتياج الخاص عبء شديد جدا. هيخفف عبء. دعنا لازم. انا الحمد لله كان لي الشرف ان انا كنت من ضمن الناس الذي قمت برفع دعوه في القضاء الاداري بتعديل مواد في الدستور لتمثيل ذوي الاحتياج الخاص. ليه؟ لان اما نلاقي في فئه في مصر تتعدى 12 مليون ولا يوجد من يمثلهم او اكتر. ده العدد 15. يعني العدد اللي احنا توصلنا او منظمه الصحه توصلت له. اعتقد يا استاذ سيد ان العدد زاد بعد صدور القانون 10/2018 اللي زود بعض الامراض المزمنه. تمام. او بعض الامراض. تمام. ان هو خلاها ضمن بند ذوي الاعاقه. تمام. هو الصرع مثلا. تمام. زي النوبات الصرعية، زي الإعاقة السمعية، في حاجات كتير دخلت ضمن ذوي الاحتياج الخاص. أيوة. ما احنا ما بنتكلمش عن إعاقة بالقدم، مش إعاقة حرقية، ليست بإعاقة حرقية فقط، لكن قد هناك إعاقة سمعية بصرية، كل ده اندرج تحت مسمى بند ذوي الاحتياج الخاص، واللي شمله القانون اللي صدر، قانون رقم 10 اللي صدر في سنة 2018. أكيد. القانون دوت يعتبر بمثابة التنفس لذوي الاحتياج الخاص في مصر. أكيد. التنفس لذوي الاحتياج الخاص في مصر. وانا برضو بلتمس من اعضاء مجلس الشعب الممثلين عن ذوي الاحتياج الخاص ان هم برضو يحاولوا بقدر الامكان تفعيل القانون له اليات يجب ان تفعل من خلاله، لان احنا لو النهارده وقفنا بس على اوراق او صدور قانون وبس خلاص، ايه الجديد؟ ما هو صدور قانون، طب ما هو صدر، لازم يتطبق، اليات تفعيله وتطبيقه. وبرضه بهيب باصحاب المصانع والشركات الخاصه انهم لا يتعاملوا مع ذوي الاحتياج الخاص على انهم عاله على المجتمع. ليه؟ الناس دي لها دخلها، والناس دي لهم كيان، كل منا يجب ان يحس بذاته، الناس عايزه يحس بوجوده. أكيد. بوجوده ده من خلال ايه؟ اللي هو الحياه العمليه في وسط الصعاب التي نقابلها حاليا. واكيد ذوي الاحتياجات الخاصه قوته تفوق اي واحد بكثير جدا. منهم كابتن، بيبقوا كباتن مصر، يعني سباحه، يعني بيفوقوا اي مجال تاني غير المجالات في المجال الرياضي عامه فظيعين. نحن الحمد لله رب العالمين عندنا ناس كثيرين حاصلين على بطولات عالم وميداليات ذهبيه وفضيه، بطولات عالم، وكانوا بيمثلوا دولتهم طبعا بيمثلوا دولتهم، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقهم فيها وكل حاجه. احنا ما فيش اي بالنسبه لذوي الاحتياج الخاص، كل ما ينقصهم هي فرصه. استاذ سيد احنا معنا اتصال، ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس حسن، عامل ايه؟ ازيك يا استاذ احمد، اخبارك؟ معنا الاستاذ احمد العجوز من الناس المميزه جدا من ذوي الاعاقه، واللي بنتشرف ان هو اتصل علينا. يعني
الله يكرمك يا فندم. وازيك يا باشمهندس بسمه وسياده المستشار، عامل ايه يا فندم؟ الله يخليك يا فندم، شكرا لحضرتك. احمد، اولا انا بتوجه من خلالكم بالشكر والتهنئه لشعب مصر العظيم بالثوره المباركه 30/6، ثوره شعب حمايه الجيش والشرطه طبعا، وبنشكر وتهنئه خاصه لفخامه دوله رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي حفظه الله، الراجل اللي جعل عام 2018 عام الاعاقه وغير شكل الاعاقه على مستوى العالم العربي والوطن كله، وخلق لنا قانون يتدرس في جميع الجامعات العالميه والجامعات الدوليه، يعني قانون 10 سنه 2018. ولكن المشكله يا باشمهندس حسن، باشمهندسه بسمه، سياده المستشار، المشكله في تنفيذ اللائحه الداخليه للقانون، في بطء شديد جدا 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 في تنفيذ اللائحه الداخليه. طبعا احنا عارفين حال البلد وعارفين ان في كورونا وعارفين ان في ظروف يعني خارج عن الاراده، ولكن احتياجات الفئه دي يعني احتياجاتها بسيطه، محتاجه نظره يعني انا مره واثنين وثلاثه واربعه وبقول محتاجين نحط ايدينا في قلوبنا نطلع ند المعاق، مش محتاجين نحط ايدينا في جيوبنا، ولا المعاق محتاج تحط ايدك في جيبك تديله، لا المعاق محتاج تحط ايدك في قلبك تديله، محتاج تحط ايدك في عقلك تديله. ده كل احتياجاتنا من الدوله، وده كل طلبنا من الدوله، ان الناس تنظر لنا بنظره غير اللي ظهرت في الافلام وغير اللي ظهرت في المسلسلات وغير النظرات اللي هي يعني. وبرحب بيكم طبعا. تمام يا استاذ احمد، شكرين جدا على مداخلتك يا استاذ احمد، واحنا سعداء بمداخله حضرتك، شكرين جدا. اللي احنا بنتكلم فيه ولازم نراعي ظروف البلد فعلا عشان الكورونا والحاجات. لو سالتي اي حد من ذوي الاحتياج الخاص هيقول اللي استاذ احمد قاله، اللي انا قلته في بدايه الحلقه، حاسس بيه هو معاناه، حاسس بيها طبعا طبعا. وانا برضو كنت عيب على فعل بسيط، الا وهو انا اتمنى ان يكون رئيس المجلس القومي لذوي الاحتياج الخاص من ذوي الاحتياج الخاص، اتمنى ذلك، لانه فعلا النهارده لو ما بقاش من ذوي الاحتياج الخاص مش هيحس بالمعاناه الشديده التي يعانيها ذوي الاحتياج الخاص. النهارده زي ما الاستاذ احمد العجوز تفضل في مداخلته وقال لحضرتك، قال لك ايه، انا مش محتاج حد النهارده، او ذوي الاحتياج الخاص مش محتاج حد يحط ايده في جيبه ويدي له اعانه، لا لا، احنا اعمل له مشروع، اعمل له مشروع. النهارده عندنا قطاع خاص للاسف ان اغلبهم يعول على الوظيفه الحكوميه، وده خلاص الدولة في اتجاه ان عدد الكادر الاداري في مصر يتعدى 6 مليون اكيد طبعا، فمش كل مش كلهم هيتعينوا، مش كله هيتعين في الحكومة اكيد، وبرضه بتمنى منهم برضه ان هم ما يلجأوش لهذا المسلك، ان كله عايز وظيفة حكومية، لا الجأ للقطاع الخاص، القطاع الخاص برضه فيه اللي هيأهلك واللي هيعيشك وكل شيء. وبرضه احنا بندور على آليات، ما زلنا نبحث عن آليات لتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018. يا جماعة احنا مش عاوزينه قانون صدر وخلاص، لو هو قانون صدر وخلاص يبقى هو العدم سواء، عاد على ذوي الاحتياج الخاص بايه ولا اي شيء، لازم يتطبق، لازم القانون يتطبق ويكون في آليات لتطبيقه، وتكون الدولة عندها استعداد لهذه الآليات كمان، يعني يكون عندهم استعداد لهذه الآليات ونتعامل. على فكرة الدولة عملت ميزات ومكافآت شديدة لأصحاب الشركات، قالت كل من هيقوم بتعيين 10 أفراد هيعفيه من الضرائب سنة. طب كويس، الدولة عملت ما في الدولة بتقوم باللي عليها وأكثر من ذلك وأكثر. أن أنا النهاردة كدولة جيت النهاردة قلت أنا هعمل إعفاء ضريبي لمدة سنة لأي منشأة يقوم بتعيين 10 من ذوي الاحتياج الخاص فأكثر، ده مش في حد ذاته مكافأة؟ لا مكافأة فعلا، مكافأة مكافأة طبعا. واحنا نتمنى برضو منهم ان هم ما يتعاملوش معاهم على انهم عالة على المجتمع، الناس دي ناس عندهم طاقة اكيد ان يستخدموها في الانتاج والعمل، واحنا بخصوص برنامجكم بجد اللي انا بشكره، شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك يا استاذ، من اوائل الناس وادارة القناة طبعا لجأتوا لهذا الموضوع او فتحتوا هذا الملف، الملف ده ملف كبير وخطير زي ما قلنا أكيد. ان احنا عددهم في مصر يتجاوز ال 12 مليون، وانا مع احترامي لحضرتك انا عندي طفلين من ذوي اعاقه تمام في بيتي، انا بس حاسه بالمعاناه طبعا، حاسه جامد أكيد بالمعاناه، طبعا هتحسي بالمعاناه اكيد طبعا، أكيد لما طبعاً بيكون اثنين صعب بالمعاناه اكيد. فاحنا لازم يا جماعه نبحث عن سبل واليات للتنفيذ، احنا النهارده الدوله ادت القطاع الخاص، كل يعني جميع الدول دلوقتي بتتجه للقطاع الخاص في سبل الانتاج،
فنتمنى دمج الناس دي في وسط هذا الانتاج. وبعدين معلش يوجد اماكن تلائم حالتهم، مش هنقول ان احنا مثلا نشغلهم في حاجات لا تتلائم معهم، لا، في برضو مع كل شركه حاليا او مصنع في برضو الذي يتلائم مع حالته. اكيد طبعا. اكيد ولا مش اكيد؟ طب كلنا عايشين في البلد وعارفين الوضع ماشي ازاي. فده اكبر انجاز حصلوا عليه ذوي الاحتياج الخاص، القانون رقم 10 سنه 2018، بس نتمنى تفعيله وتطبيقه زي ما قال الاستاذ احمد العجوز اللي اتصل، وده برضو اتكلم من داخله باحساسه وباحساس المعاناه التي ايه يعانيها. هل يكفي تمثيل نسبه ذوي الاحتياجات الخاصه في المجالس النيابيه؟ من وجهه نظري لا يكفي. تمام. ليه؟ انا النهارده مثلتهم بمقعد في القوائم عن كل دائره، في مقعد في القايمه عن كل دائره، وده في حد ذاته تمثيل بسيط جدا. هو هنقول ان خطوه كويسه جدا، خطوة إيجابية. وحاجه ايجابيه انه حدث. وانا زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، الحمد لله انا كنت من بدايه الناس اللي بدرت برفع دعوه لتمثيل الفئه دي. هناك من كان يهاجم هذه الدعوه، وهناك كمان يستحسنها. لا، احنا لنا الحقيقه في كل حاجه. احنا برضو بنقول احنا ايه، ما مش هنتفق على كل شيء. اكيد طبعا، يعني مش استحاله ان احنا نتفق على كل شيء، جايز ان احنا نختلف، بس نختلف بايجابيه. ولكن الحمد لله الدوله مشكوره وعندنا اراده برضو. الدوله مشكوره في اخر تعديل للدستور وبالاخص قانون الانتخابات، عملوا تمثيل لذوي الاحتياج الخاص. التمثيل يكفي؟ من وجهه نظري لا يكفي. لا يكفي، وبالاخص ان هو حدد ان انا دلوقتي انضم على قوائم. كنت اتمنى ان يطيح الفرصه لذوي برضه الاحتياج الخاص ان هو يخش على المقاعد الفرديه، يثبت نفسه، يكون هناك صراع في النفع العام، ان يكون هناك صراع في النفع العام. وفي الاول وفي الاخر احنا عاوزين نطلع من حلقتنا ديت بحاجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله، بحاجه ايجابيه. للاسف الشديد عندنا كم هائل من القنوات الفضائية لم أجد قناة تقوم بعمل برنامج خاص بهذه الفئة إلا بالقناة اللي شرفنا بدعوتها النهاردة، وبعض القنوات الأخرى اللي لا تتجاوز عدد صوابع الأيدي، وبما في ذلك التلفزيون المصري هو الآخر، ما فيش برنامج بينزل يناقش مشاكل الناس دي. الناس دي محتاجه بجد اللي يمثلها. مشكله الناس دي لها مواهب متعدده كتيره جدا، يعني تخيل حضرتك لما يبقى واحد مبتور ويجري تمام وياخد بطولات، بيتحدى الصعاب. تخيل كده، سبحان الله، يعني ما فيش رجلين خالص وتلاقيه بيسارع وبيجري وبياخد مراكز الاولانيه. تمام. احنا دي من ذات نفسها احنا دايما بنقول خلقنا لنتحدى، احنا موجودين عشان نثبت وجودنا ونقول احنا موجودين واحنا قد التحدي. في مننا مفكرين، في مننا اديب الادب، عميد الادب العربي، عفوا عميد الادب العربي الدكتور تحسين. تمام. نتشرف ان هو من هذه الفئه. في عندنا فئات ومواهب كتيره. احنا بنقول يا جماعه احنا مواطنين مصريين، لنا ما لنا وعلينا ما علينا، كلنا في مركب واحد، لينا بعض المميزات اللي ربنا ميزنا بيها ودي ما لناش دخل فيها، بس احنا المميزات دي احنا ايا كان المعاق او ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، ايا كان المسمى، هو المضمون واحد، اعاقته اكيد هتكون السبب في انه هو يقول للناس انا موجود، واعاقته هتكون السبب في ابرازه، بدليل ان احنا معانا النهارده الاستاذ سيد اسماعيل السلامي المحامي بالنقط. تمام. من هذه الفئه. انا لو اتكلمت عن السيد اسماعيل السلامي هتكلم كتير قوي 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 في خدمه ذوي الاعاقه، مش هتكلم على شخص، وانا هتكلم حد انا اعرفه عن قرب، خدمه ذوي الاعاقه. انا بالتالي لو حد جاله من ذوي الاعاقه ومحتاج ان هو يرفع دعوه او يرفع حاجه او بتاع في مكتبه، ربنا يبارك له، ما اعتقدش ان الاتعاب هتبقى زي الاصحاء حتى لو رسوم الدعوه. اعتقد انا مش حابب ان انا اتكلم، يعني خايف ان انا اكون بخش في خصوصيات حضرتك، بس هو لازم يعني كل واحد ياخد حقه، يكون في رحمه. تمام.
بنحاول يعني نكلم الناس، بنناشد من هنا شركات القطاع الخاص استكمال نسبة 5%، بس تكون استكمال فعلي. يعني زي ما حضرتك قلت ان في بعض، على لسان حضرتك، ان في بعض الشركات بتيجي مثلا عايزه تستوفي عشان تهرب من العقوبه او تهرب من البند، تهرب من البند الموجود في قانون 10/6/2018 والغرامه او ايا كان البند. احنا زي ما يمكن زي ما قال الاستاذ احمد العجوز، احنا مش عايزين حد يطلع من جيبه، احنا عايزين حد يطلع من قلبه. اكيد احنا اكيد. ومعنا اتصال الاستاذ احمد الجمل برضو من قامات من القامات المشرفة لذوي الإعاقة. السلام عليكم حاج أحمد. السلام عليكم يا حاج حسن. باشمهندس حسن ازيك عامل ايه؟ ألف مبروك يا باشا على البرنامج، وشيء جميل جدا تحدث مع عن ذوي الإعاقة، وطبعا تفعيل قانون 10 شيء أساسي، وده من أولويات البرنامج يا أستاذ أحمد. أنا عارف يا فندم إن ده من أولويات البرنامج بالنسبة لكم، وربنا يوفقكم إن شاء الله. وبنتمنى برضه نتكلم، حضرتك تتكلم عن المعاش المرأة المتزوجة المعاقة، يا ريت برضه ده ياخد اهتمام مع حضرتك شويه زياده. انا عارف ان حضرتك مهتم بذوي الاعاقه، وده شيء جميل لينا، واي حاجه بالنسبه لنا حامل 15 مليون معاق مستعد لاي حاجه وتساند البرنامج في اي وقت بصفتي خادم الحمله والمفوض العام للحمله. اقول لحضرتك بتفويض مني ليك اهو، انا مستعد لاي خدمات للبرنامج ولاي شخص من ذوي الاعاقه. ربنا يبارك لك يا استاذ احمد. احنا ايا كان الحمله ده شرف لينا طبعا، اللي حضرتك قلته ان حضرتك تاج على راسنا ان انت تبقى موجود معانا. ربنا يبارك لك يا استاذ احمد. بس احنا بنتكلم بنقول احنا مش بنمثل حاجه معينه، احنا يعني من ذوي الاعاقه حاسين باخواتنا، هنقدر نخدم تحت اي مسمى، تحت اي بند، تحت اي ظرف. احنا بنقول ان احنا في اي حمله او في اي مكان انتوا كلنا ذوي اعاقه، كلنا خدامين لبعضينا. اكيد كلنا نقدر، اللي يقدر يعمل حاجه ذوي اعاقه يستحق يكملها او يعملها. فربنا يبارك فيكم طبعا ويديكم الصحه، وده شيء جميل ومبادره جميله جدا منكم. الو الو تمام يا استاذ احمد. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا وسعداء بالمداخله دي جدا جدا، وبنقول ان احنا كلنا في مركب واحد بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يحفظه لمصر ولشعب مصر، وبنطمع من معاليه المزيد لابنائه من ذوي الاعاقه. نفسنا تفعيل قانون ذوي الاعاقه، ده حلم كتير قوي 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 من جموع الشعب المصري من ذوي الاعاقه، اللي منهم سياده الرئيس المبدعين والفنانين والكتاب والصحفيين. احنا نفسنا 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 القانون يتنفذ على ارض الواقع، اللائحه التنفيذيه تتنفذ بكامل بنودها. ده قانون احنا بنفخر ان القانون ده صدر في عهد سيادتك يا سياده الرئيس. وبنوجه برضو الشكر لمعالي الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن، بنقول لها ربنا يعينك مع الوزيره. بس احنا عشمانين بجد، وربنا يصلح الحال ونشوف مصر في احلى صوره ان شاء الله. وفي النهايه نحب نشكر مشاهدينا الكرام على متابعتكم لبرنامجنا بسمه البكره، ونحب نشكر استاذ سيد. شكرا، تشرفت بحضرتك. شكرا جدا يا استاذ سيد. كان معكم حسن هاني و بسمه.